زي ما انتم شايفين معانا على الشاشه، ويمكن نجوم منتخبنا الوطني أفشة، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، محمد عبد المنعم، يعني احمد سيد، زيزو، الونش، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم منتخبنا، عمر مرموش، محمد النني، يعني ان شاء الله باذن الله يكون منتخبنا جاهز لمباراه السنغال. مباراه صعبه جدا يا جماعه، ويمكن دي اصعب مباراه في التصفيات كلها المؤهله لكاس العالم من المباريات الخمس. في المغرب هتلاعب الكونغو، في كذا مباراه الكاميرون والجزائر، لكن بصراحه مباراه مصر والسنغال مباراه صعبه جدا، لكن ان شاء الله منتخبنا هيكون قادر على التاهل. قدامنا الشناوي، قدامنا ابو جبل مع عصام الحضري، ان شاء الله باذن الله يكون الشناوي وقتها هو الحارس اللي هيقود منتخبنا الوطني في مباراه السنغال بالقاهره، ولقاء العوده يوم 29 مارس في دكار. كل التوفيق لمنتخبنا، ولا نملك سوى الدعوات والدعم دلوقتي، لا نتكلم في طريقة لعب ولا خطة لعب ولا اختيارات فنية، كلنا في ظهر منتخبنا، حلم الشعب المصري للتأهل لكأس العالم قطر 2022. إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج ترند، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله غدا نلتقي وحلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.